اتشرف بحضرتك. انا محمود ثروت، مفتش الاثار المرافق للبعثه المصريه الالمانيه منطقه المطريه في موقع سوق الخميس، حفاله سوق الخميس اللي احنا فيه دلوقتي حالا. تمام. دلوقتي احنا واقفين ورانا مستر مورجن دي دابر. مستر مورجن دي دابر متخصص في طبقات الارض، بيعمل بكل بساطه قبل ما بنيجي بنعمل اي موقع بنشوف الحفائر اللي فيه، بنشوف طبيعه ارض الموقع، فهو دلوقتي بيشوف ان كانت الارض دي اثريه او لا، دي ينفع تحفرها تلاقي تحتها اثار او لا، ما تضيعش وقت ولا جهد ولا مال في الحفر العشوائي. تمام. فالموقع كله اثري، ولكن ممكن يكون الجزء ده مش ملحقات المعبد. بس انت ممكن يكون 10 سنين هنا في المكان. من سنه 2012 لحد دلوقتي البعثه الالمانيه المصريه الالمانيه شغاله في موقع سوق الخميس، بتحفر فيه وبتعمل حفائرها عادي جدا لحد ما وصلنا لطبقه مستوى الارض او مستوى القاعده. دلوقتي احنا كل اللي حصل، اللبس اللي حصل، احنا شغالين دلوقتي تحت مستوى سطح المياه الجوفيه. تحت المياه الجوفيه، يعني تحت المياه الجوفيه بمترين ونص، كمان مترين ونص. فخلاص احنا تقريبا خلصنا، انهينا الموقع تمهيدا ان وزاره الاوقاف او هيئه الاوقاف المصريه هي المالك الرئيسي للموقع، هي تاخده. تمام. يعني هي الفكره ان الارض نفسها مش ملك لوزاره الاثار، الارض اخضاع او اشراف وزاره الاثار، انما المالك الرئيسي لها هيئه الاوقاف. هيئه الاوقاف عندها اراضي كثيره جدا في المطريه، عندها مزرعه السجون حوالي 54 فدان. الاراضي دي للاسف متاخده من قبل الاهالي البلطجيه اللي هم بتوع الجراشات، مافيا الاراضي. شايف انت مثلا القاهره كلها ما فيهاش خرم ابره اللي انت حد يعرف مثلا يعملوا فيه اي مشروع. ليه؟ الناس كتيره، كله عايز يسكن في القاهره، التغول السكاني. فاي مساحه مشكلته ايه على الاثار حضرتك؟ مشكلته ان دلوقتي المطريه منطقه بنسميها منطقه عشوائيه. فيها كثافه سكانيه عاليه، فيها مثلث الفقر والجهل والمرض، ما فيش وعي جمعي او وعي جماعي بالنسبه لقضيه الاثار. فاحنا بنعاني هنا ان الناس لما جت هجمتنا في الميديا في البدايه ما عرفتش طبيعه الموقع هنا ايه، ولا احنا بنعمل ايه، ولا كذا. فكرتني بقى بمناسبه هذا الهجوم وراس رمسيس اللي طلعت باللودر دي، حضرتك ترد على الهجوم ده تقول ايه؟ دلوقتي الراس نفسها منفصله، والراس غير التمثال. التمثال اهوت، انتوا جيتوا النهارده وشفتوا اكبر دليل واقعي ازاي بنطلع الحاجه وباجهزه متخصصه وبكل حاجه. انما اللي بيتكلم مثلا يقول لك مثلا ازاي تدخل لودر او حفار لارضيه الموقع، ده هتهرس ارضيه الموقع. اولا الموقع محفور بقاله 12 سنه، ودلوقتي احنا وصلنا بقولك تحت مستوى المياه الجوفيه بكمان بمترين ونص، يعني احنا انهينا الموقع. يعني ودلوقتي الرافعه دي اللي قدامك دي دخلت ازاي؟ مش بتاثر برضه على سطح التربه؟ هتشيل الحجاره ازاي؟ ايوه يعني فكره قدام الميديا والاعلام اللي انت تاخد حجر بواسطه حفاره، هي فكره بتنفذ في اماكن اثريه كتير. بس اللي حصل اللبس ان الناس اللي مش موجوده مش كلها متخصصه في الاثار. وتاني حاجه، ان كان هناك خطا في الفكره، ان كانت الفكره نفسها فيها بعض الخطا، ما كانش فيه خطا في التنفيذ، والراس طلعت سليمه، والتمثال نفسه مكسور من زمان، من ايام العصر اليوناني الروماني، من ايام العصور الاسلاميه، حتى العصور اللاحقه العصور الفرعونيه الناس استخدمت المكان ده كمحجر. احنا دلوقتي حتى في موقع سوق الخميس بنقول بقايا خرائب معبد سوق الخميس. ايوه بنلاقي اساسات، بنلاقي حاجات، بس كل دي بقايا، لان الناس هنا جت ايام الفاطميين استخدموا كل منشات مدينه الابلس في بناء القاهره الاسلاميه. وقبليهم العصر المسيحي خدوا كل العمدان واستخدموها في الكنائس. الامر مش متعلق بدين، الامر متعلق بان دلوقتي انت عندك منطقه قريبه من العاصمه دايما في القاهره، وانت بتحاول تستغل حجاره جاهزه، فبيجي يقطع حجاره، يعمل هنا نظام، يعني مثلا يولع نار، مثلا يولع الحجر، يحاول يشق الحجر، يكسر الحجر. التمثال هنا تقريبا من الاف السنين سقط، اسقطوه فانكسر، وبعد كده ابتدوا يحاولوا يقطعوه ما عرفوش. حجر الكوارتزايت حجر صلب جدا، قوي جدا، ملهاش فايده ان هو يعني يحمل الحجر ده بثقله ده، عشان مش عارف يستغله مثلا في ارضيه او اي حاجه.